المؤسسات العائلية في الجزائر كثيرة، ولكن نجاحها متوقف على مدى قدرة الخلف على مسايرة التطورات الصناعية والإنتاجية. مجمع زرقون واحد من هذه المؤسسات المتواجدة في السوق الجزائرية بسواعد الأبناء ومنذ 40 سنة. متواجدين في الحقول البترولية يعني منذ زمن طويل، من وقت الوالد، وكملنا يعني في نفس المنوال. المؤسسة الآن عندنا عدة مشاريع في ميدان الخدمات النفطية، والمؤسسة الثانية عندها فروع أخرى في اليمين الماينينج في ولاية بجاية وولاية معسكر، وعندنا ثاني أعمال فيما يتخص الفندقة والأطعام في حازم سعود. محمود زرقون لم يكن ليقف عند حدود ما أنجزه الوالد، بل سار بالمجمع ليكون معادلة صعبة في سوق الاستثمارات في الجزائر. عندنا ثاني استثمار حوالي 1000 هكتار في البلي. السنة الماضية المجمع نتاعنا كنا أحسن نتيجة على المستوى الوطني، هي قدرت ب 76 قنطار في الهكتار يعني، والسنة إن شاء الله ننتظر أكثر وأكثر. مصنع لتوليد الطاقة الشمسية وبقيمة 10 مليون دولار جديد المجمع. مؤسسة نتاعنا ارتأت أنها تستثمر في مصنع في ولاية ورقلة، وهذا المصنع بطاقة إنتاجية 160 ميجاوات سنوياً في السنة الأولى، وقادر يتضاعف في الثلاث سنوات الجاية. القيمة المالية حوالي 10 مليون دولار. مجمع زرقون مثله مثل باقي المؤسسات المحلية يحاول الإقناع بقدرة رأس المال الجزائري على النهوض بالاقتصاد الوطني خدماتيا، فلاحيا، وحتى صناعيا.